رجعنا لكم تاني ومعانا دلوقتي تقرير صورته كاميرا يحكى أن لحفل توقيع ومناقشة رواية تغريبة القافر للكاتب زهران القصمي الفائز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية لعام 2023. والجميل أن اللي كان بيدير الحوار والمناقشة الكاتب طارق إمام واللي هو طبعا ضيفنا النهاردة في يحكى أن. تعال نشوف مع بعض التقرير ونرجع مرة تانية. في الأدب العربي اللي هي أهمية الماء بالنسبة للإنسان بشكل عام وبالنسبة للإنسان العربي وبالنسبة للإنسان العماني بشكل خاص. أيضا نحن يعني نقع في منطقة صحراوية أو شبه صحراوية، كل المناطق العربية من المغرب حتى الخليج. في عمان لأنه لا توجد أنهار فهناك قنوات مياه قديمة جدا اشتغل عليها الإنسان، حفرها في باطن الأرض، وكانت الرواية تتكلم عن هذا النظام المائي الموجود. يعني أنا لما كتبت الرواية كتبتها بشغف، على شغف الكتابة وحب الكتابة فقط، حب الأدب. ولكن صاحب الدار عندما يعني قرأ العمل وعمل على نشره اقترح علي على أنه هو راح يشارك بالعمل في الجائزة. يعني بكل تأكيد أنه أنا ما عندي كان هم أني أكتب العمل هذا للجائزة، ولكن جاءت مصادفة. من قبل ثلاث روايات عندي 10 مجموعات شعرية، وأنا أشتغل على منطقة محددة معينة وأنا عارف مشروعي وين ماشي، فإن شاء الله بمشي عليه. يعني أنا أستهدف القارئ أي كان في عمره، يعني هو يعتمد على وعي القارئ. يعني يستطيع أي قارئ أنه يقرأ العمل يستمتع به، وربما المنطقة الخصبة اللي أشتغل عليها يعني تغري الآخرين أيضا، الكتاب الآخرين الشباب أنهم يتطرقوا إليها أو أنهم يعني يبحثوا في هذه المنطقة. ردود الأفعال هذه وصلتني حتى قبل أن توصل الرواية للجائزة. والغريبة أنه أكثر القراء اللي يتواصلوا معي هم من مصر، عشان كذا أنا يعني حابب أني أجي المكان وألتقي فيهم، بسبب يعني لقيت أنه عندي مقروئية في البلد وحابين حبوا العمل وكتبوا عنه كثير من الريفيوز في يعني قريتها من فترة مبكرة، يمكن من قبل حتى حصولها على جائزة البوكر، وعجبتني جدا. الرواية بتعبر عن يمكن منطقة احنا يمكن ما نعرفش عنها كتير اللي هي عمان، وزهران قسمي بيمتلك لغة شعرية جميلة جدا جدا معبرة جدا في الرواية دي وفي روايات أخرى. بالمناسبة أنا بعد كده يعني خلاص بقيت فان لي، يعني من يعني قريت أكتر من رواية للأستاذ زهران القاسمي، وفعلا حبيت جدا الأجواء والعالم اللي يمكن جديد علينا مختلف تماما عن ما نألفه. يعني الرواية بصراحة في منتهى الجمال، تمام. رواية فعلا أثرت معايا بالرغم من نهايتها الحزينة شوية، بس دي طبعا دي كانت ميزة جميلة إن أنا أتعرف على ثقافة جديدة الأهل عمان، حتى بالرغم إن مثلا ممكن يكون في اختلاف في اللهجات في كل حاجة، بس ده بيديك حافز كبير جدا ان انت تدور وان انت تتعرف بيهم. زائد ان الروائي زهران القاسمي كان فعلا فعلا ما كانش مجرد روائي، كان بيكتب الروايه زي شعر. وطبعا انا كنت متحيزه جدا انها للروايه انها تكسب البوكر، وطبعا كنت مبسوطه جدا. وسبب اساسي وجودي هنا ان انا احب اسمع الكاتب استاذ زهران. جيت النهارده عشان خاطر عندي بعض التساؤلات بخصوص اللغه والسرد، طبعا هم جمال بس انا كان عندي تساؤلات بخصوص اللغه، استخدام اللغه العمانيه اكتر من اللغه العربيه الفصحى، فكنت عايز اجي اسمع منه اكتر واجي اتعرف على زهران القاسمي اللي قدر